أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية التحول الرقمي في دفع مختلف القطاعات التنموية نحو مستويات أعلى من التطور والفعالية بما يحقق الأهداف المنشودة، لافتا سموه إلى أن تطوير قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية في مملكة البحرين وضمان مواكبته للمستجدات يحظى بكل الاهتمام باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والسيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، السيد إريك أنسياني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Crypto.com الذي تشرف بإهداء سموه نموذجا من بطاقة ماستر كارد التي ستصدرها الشركة وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وقد أكد سموه أن مملكة البحرين تواصل جهودها في استقطاب الشركات العالمية في القطاعات الواعدة بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويفتح آفاقا أوسع للنمو في شتى الميادين، لافتا سموه إلى مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية المعززة للاستثمار في التكنولوجيا المالية. من جهته أعرب السيد إريك أنسياني عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.